مع السلامة. سبحانه في تفسير الإمام الطبري وجدنا في بعض معاني الإيمان أنه التصديق، هل ينفي؟ لا ينفي نعم التصديق من الإيمان، هو يتكلم عن الناحية اللغوية، الناحية اللغوية هو ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لكن الناحية الشرعية الإيمان قول وعمل واعتقاد. الله يسلمك. وحديث رسول الله دل على ذلك، افهم لأن القرآن ذو وجوه والسنة توضح. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان منه أعمال قلب وأعمال لسان وأعمال جوارح.